قيامتنا كلنا. Consumento agio evangelio. Tinja visne yohane franem shaisen teni gom kiri avlog sonokto ka tayo enin agio evangelio doxanos ma. كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا القديس ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر. بركته المقدسة تكون معنا جميعا أمين. بن شويسو بن وتيو بن سوتيريسوس بن أوروترينيسوس باريسوس بشيهم نوتتون بيؤون بشأنه بيؤفا بن نوت بشأنه تبني تيرو أمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركته تكن معنا جميعا أمين. أمسكت بيد اليمين وبمشورتك هديتني وبالمجد قبلتني وأنا خير لي الالتصاق بالله. ونجعل الرب اتكالي ليخبب بكل تسبيحك في أبواب ابنة صهيون. فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخلاف. يبصر المستقيمون ويفرحون أكثر من رب ولن يندم، أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الشيساتك. الرب عن يمينك يا أبانا الطوبة والمقرم الباب المعظم الأنباط ودروس الثاني. الرب يحفظ حياتك إلى باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حاضية الخراب بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولصون. وأما الذي يدخل من الباب فهو وراء الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسماء ويخرجها. فإذا أخرج خراف الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، أما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا، الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
يقول أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراب. وأما الذي هو آجيل وليس راعياً، الذي ليست الخراف له، فإذ رأى الذئب مقبلاً يهرب ويترك الخراف، ويختف الذئب الخراف ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فأني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضاً. وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضاً، فتسمع صوتي وتكون راعية واحدة لراع واحد. والمجد لله.